طيب اون تايم سبورتس نجحت في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. الأستاذ أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية في المتحدة للخدمات الإعلامية الخدمات الإخبارية، مساء الخير أستاذ أسامة، كلمنا عن الصفقة. مساء الخير يا أستاذة لميس، أهلا بيك. وتحياتي ليكي وللمشاهدين. أهلا بيك. هي مش يعني أنا بعتبرها إن هو يعني حق للمشاهد المصري والمشاهد العربي إن هو نقدر نحققه، وإن إحنا كالقنوات قلنا إن إحنا نقدر نجيب مباريات تصفيات كأس العالم. وزي ما أنتِ قلتي، هي كل مباريات منتخب مصر سواء داخل مصر او خارجها، وفي جزء تاني يمكن احنا عملنا ده في كاس العالم 2018 لما نقلنا تصفياتها، وعملنا ده برضو في 2022 في تصفيات 22 اتنقلت مبارياتها. يمكن الاضافة الجديدة المرة دي اللي احنا قدرنا نحصل عليها من الفيفا هي الهايلايت لل 273 مباراة كلهم اللي بيتضمنها التصفيات، اللي هي كل منتخبات افريقيا، وبالتالي هتكون في فرصه للمشاهد المصري والمشاهد العربي بالطبع ان هو يقدر يتابع البطوله كلها على شاشه فن من خلال مباريات مصر التفصيليه، من خلال فيديوهات تحليليه، ومن خلال نفس البطوله بقيه المباريات كلها، ومن خلال برامج هتدينا فرصة الهايلايتس، وانت طبعا عارفة الكلام ده. هتدينا طيب الهايلايتس؟ السؤال الأهم يا أستاذ أسامة، هتديني الهايلايتس ولا الهايلايتس فقط على اون تايم سبورتس؟ بقول لك ايه، احنا دافعين كتير بس انت ايوه مفيش حاجة، خدوني معاكم، بس انت مفيش حاجة تغلى عليكي، ربنا خدوني معاكم جنبكم كده. ده انا لا لا مش انا عارف ان انت متابعة كاس العالم وبتروحي طبعا كاس العالم كل ايوه مرة، فلازم احنا مهتمين بالكوره. ده اتفاق قعدته 3 اشهر تعمل، يعني واضح انه لانجازه 3 اشهر. مين الشركاء معاكم في هذا الاتفاق، او مين اشتغل معاكم في هذا الامر؟ هو طبعا كانت الشركه المتحده في الاساس هي اللي بتتفاوض، يعني مش يعني لوحدها مع الفيفا هي الفتره اللي فاتت، انما وطبعا كان بعلم الاداره العليا وبجهود كل واحد كان ليه علاقه بالفيفا كنا بنقدر ايه ان احنا نحاول نسخر ده في التفاوض. انما يعني اعتقد ان اللي حصل ده ادانا دلاله لطيفه قوي، واللي حصل ده بالذات يمكن اقول لك امبارح لما في جزء الشركه بالذات، الحقوق دايما بتبقى غاليه ومعروف انها بتبقى يعني، وبالذات لما كل ما يكبر الامل وكل ما يكبر قيمه البطوله كل ما السعر بيزيد طبعا، وبالتالي بيكون عليك جزء مهم جدا ازاي نقدر. طبعا ما فيش حد هيقدر، الدوله في الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي صعب قوي ان انت تيجي تقول لها ادعمي كره القدم طبعا. وبالتالي ده دور الكيانات الاقتصاديه الكبيره. الشيء اللي بسطني جدا يا لميس بحقيقه يعني ان من اول يوم، يعني احنا خلاص وصلنا لشبه اتفاق نهائي مع الفيفا بان احنا مثلا هناخد المباريات هنعرض الهايلايت و و و و وبقيه الحقوق، وفي حقوق تجاريه كمان واعلانيه موجوده في الديل في الاتفاق. احنا بدانا على طول ومن خلال شركه بي او دي اللي هو الذراع التجاري لينا للشركه المتحده، بدأنا إن احنا الفكرة تطلع بره ونعرضها على شركاء بقى حقيقيين يقدروا يدخلوا معانا. القضية مش قضية إن هم يدعمونا دعم فلوس وبس، لا، إن هو كمان كراجل مستثمر أو كراجل أو كيان اقتصادي إن هو يستفيد من الشغف اللي موجود عند الشعب المصري والجمهور المصري بكرة القدم. الحاجة الجميلة إن أنت ممكن تتوقعي، والفيفا عذبنا على ما ادانا الموافقة وقال ان اوكي الحقوق معاكم، انت ما كنتيش تقدري تتحركي في السوق ولا تدوري على شريك وانت لسه ما معكيش حاجه. فهو المهم ان هم اخرونا لغايه اخر لحظه، لغايه اول امبارح تقريبا يعني.
فلما اتفقنا وقالوا اوكي، تخيل انت لما تيجي من اول يوم بتقولي ربنا يستر المباراه يوم الخميس فلسه هنشوف، فتتفاجئي ان معاكي شريك كبير زي اورا. وطبعا كان يعني انا اكرر شكر للمهندس نجيب ساويرس بمنتهى الامانه، ان الراجل متفهم جدا، يعني طبعا هو في قناعه من شركه اورا ان الشراكه دي هتفيد الشركه نفسها يعني. فبالتالي ان انت تلاقي شريك في 24 ساعه يقدر يساهم معاكي بجزء كبير من الفلوس اللي بتدفع في التصفيات، في ثمن التصفيات، ثمن الحقوق، حاجه بجد اسلجت صدري. وبعدين انت بكره ان شاء الله في مؤتمر صحفي، اتصور هيكون في كشف لامور ثانيه وشركاء اخرين قادمين، يعني هيكون اقدر اقول لك انها حاجه تحقق فعلا مكسب لكره القدم، وتحقق لا. مكسب للاعلام العربي والاعلام المصري بشكل عام، وطبعا خصوصا الاعلام المصري، يعني هو ده شان مصر في الاساس. انما انا عايز اقول لك ان بره انا سافرت كتير واشتغلت بره كتير وعشت في دول مختلفه خليجيه وغربيه، اقول لك بمنتهى الامانه يعني ما كان من الصعب انك انت تلاقي بسهوله شريك يجي يحط ايدك صحيح تحطوا ايديكم في ايدين بعض. لا يعني الحقيقه انه مهندس نجيب طبعا يعني اكيد فاهم اهميه، طبعا هو محب لكره القدم وفاهم اهميه الـ 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 هذه المباريات وفكره حق المواطن المصري انه يتفرج على ده. فانا اهم حاجه اخد الهايلايتس. هتاخدي الهايلايتس. انا عايز اقول لك على حاجه كمان لطيفه في الاتفاق مع الفيفا. الفيفا لم يكتفي بان هو يدينا الحقوق بس، الفيفا يمكن الحمد لله تطور النقل التلفزيوني في الفترة الأخيرة، سواء بالنسبة لبطولة للدوري أو للمباريات المنتخب اللي احنا أنتجناها الدرجات المتحدة، أتصور إن ده خلى الفيفا بيطلب مننا النهاردة أو يعني وإحنا بنتفق إن احنا ننقل مباريات أخرى غير مباريات المنتخب المصري بنفس المواصفات. فدي ودي كمان يمكن يعني ما حصلتش قبل كده. شكرا. وده طبعا يعني بتمنى لكم التوفيق، وبحييك استاذ اسامه الشيخ، شغل هايل في اون تايم سبورتس، رئيس قطاع القنوات الرياضيه في الشركه المتحده.